وعلى بركة الله جمهورنا متابعينا إنما كنتم ينطلق الشوط الأول على المضمار العشبي للخيل العربية الأصيلة مبتدئة للإناث فقط مسافة هذا الشوط 1400 متر كل التوفيق من خلال المشاركة الكبيرة 15 راس مشارك في هذا الشوط ومحاولة الآن لخطف الصدارة من الجياد في المركز الأول كما نتابع ندى لمزرعة مكرنة بينما المركز الثاني للمعنقية وبارقة الآن تتقدم إلى المركز الثاني بينما في نفس الوقت الماجدة في المركز الثالث والمعنقية تتراجع إلى المركز الرابع الآن الجياد تقترب أكثر من بعضها البعض في محاولة للتقدم عند هذا المنعطف المنعطف قبل الأخير إذا ندى في المركز الأول وبارقة في المركز الثاني ومحاولة اللحاق من جميلة ديبانشير وأيضا من المعنقية ومنافسة قوية الآن الجياد تقترب من بعضها البعض أكثر عند المنعطف الأخير ومنافسة قوية من ندى وأيضا من المعنقية وأيضا من بارقة بارقة ومحاولة اللحاق بالمركز الأول آخر 400 متر في هذا الشوط ندى في المركز الأول بارقة في المركز الثاني ومحاولة اللحاق من بقية الجياد منافسة قوية في الخط المستقيم والإعاز من الخيالة ندى لا زالت تسيطر على المقدمة ولكن المحاولة تأتي أيضا من بحور بحور تحاول التقدم بحور في المركز الأول ومحاولة عزيزة بحور وعزيزة بحور وعزيزة بحور في المركز الأول المبروك إذن هذا الشوط الجميل وسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والمدرب جوليان سمارت ألف مبروك الشوط جميل فعلا منافسة قوية الأمتار الأخيرة شاهد التغيير في المراكز بالنسبة للشوط الأول في هذا المساء بين بحور وأيضا بين مزرعة أم كرنة في الأمتار الأخيرة ألف مبروك بانتظار النتيجة النهائية والرسمية لهذا الشوط هنا الإعادة وتغيير في المراكز أكثر من مرة ولكن بحور استطاعت أن تخطف الصدارة من عزيزة ومن ندى في الأمتار الأخيرة بعد منافسة قوية وشرسة إذن النتيجة النهائية والرسمية بالنسبة لهذا الشوط الشوط الأول المركز الأول لبحور المدرب جوليان سمارت ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والخيال هاري بنتلي المركز الثاني في الشوط الأول لعزيزة مدرب ألبان ديميول وملك أم قرن والخيال جيتون فايكون أما المركز الثالث لندى أيضا لمزرعة أم قرن والمدرب ألبان ديميول والخيال يون بابتيس هامل المركز الرابع لشرسة النايف المدرب يوسف بن طاهر ملك الشيخ نايف من عبد الله بن ناصر الأحمد الثاني والخيال مارفين سورلاند المركز الخامس اي جي اس المعنقية المدرب مهند جاسم الياقوت وملك مربط الجريان والخيال أندرو إليوت إذن ألف مبروك للفائزين بالمراكز الأولى في هذا الشوط للإثارة بقية من خلال بقية الأشواط بانتظار هذه الأشواط بإذن الله والشوط القادم هو الشوط الثاني وألف مبروك مرة أخرى تهنينا